السلام عليكم، اهلا بكم متابعي جنوتوكس. دي حلقه جديده من حلقات برامج وواجهه كي دي اي. سنتعرف على برنامج توكودون، وهذا البرنامج هو للولوج الى حساباتك على منصات الاتحاد او الفيدبيرت. لمن لا يعرف منصات الاتحاد، فهي منصات اجتماعيه للتواصل، وهي حره مفتوحه المصدر ولا مركزيه، والتي تتيح الدخول الى اي منصه بخوادمها و من خلالها التواصل مع باقي الخوادم وباقي المنصات بكل حرية. هذا البرنامج هو يتيح لك الدخول إلى حسابك أو حساباتك إن كانت متعددة من خلال الحاسوب عبر برنامج أو تطبيق سطح المكتب. سنحاول الدخول إلى حسابي على بسام، وهو ضمن منصات بليروما، وبالأخص منصة ريبازد، وهي مبنية على بليروما بواجهة سوبوكس. كما ذكرت بسام، هو منصة عربية مفتوحة المصدر وآمنة بشكل كبير، يمكن الانخراط فيها والوصول إلى مجتمع يهدف إلى أن يكون مكان آمن للتواصل وتبادل الأفكار والمعلومات والميولات. سأتي إلى متجر برامج الخاص بتوزيعتي وأكتب توكودون. أنا ثبتت البرنامج من قبل، كل ما أفعله الآن هو فتح البرنامج توكودون. للولوج بعد فتح البرنامج ستأتيك هذه النافذة، ستطلب منك اسم النطاق الذي عليه حسابك، مثلا بسام، هذا هو النطاق بسام دوت سوشيال، ثم انتر، ثم اوبن لينك لفتح الرابط المصادقة على المتصفح. يجب ان يكون حسابك مسجل على المتصفح، يعني انت لديك دخول او وصول لحسابك عبر المتصفح لكي يطلب منه الإذن للعمل على توكودون. كما تشاهدون يعطيه الصلاحية أو يعطي هذا الرمز توكن كود إيز، نسخ الرمز ولصقه في هذه الخانة، ثم كونتينيو. بهذا الشكل دخلت على حسابي على بسام من خلال توكودون. يتيح لك البرنامج الوصول إلى المنشورات المختلفة من باقي المنصات وباقي الحسابات التي أنت تتابعها، نوتيفيكيشن لوصول إشعارات من باقي المنصات وباقي الحسابات التي أنت فعلت خاصية إشعارات، من خالة لوكال وهي محلي الخط المحلي، تتصفح الخط المحلي للمنصة التي أنت لديك حساب بها. أما جلوبال تشاهد باقي المنصات والمنشورات القادمة منها. Conversation هي للمراسلات بين باقي الحسابات. بسام يوفر بعض المزايا التي لن تجدها في توكودون، لأن توكودون يعتمد على مزايا ماستودون، لذلك فتلك المزايا ستفتقدها هنا. من أبرز المزايا هو الدردشة المباشرة أو المحادثات. المحادثات هي رسائل مباشرة، دردشة مباشرة. أما الرسائل المذكورة هنا أو conversation فهي رسائل ثم يرد عليك الشخص، كما هو الحال تقريبا بالنسبة للبريد الإلكتروني، وهما أمران مختلفة. وأمر آخر في الماستودون وبرنامج توكودون، كما ذكرنا الذي يحكي مزايا ماستودون، يمكنك التفاعل مع المنشورات بالنقر على زر النجمة الذي يعني إعجاب أو لايك. في بسام هناك إمكانية لوضع مجموعة من الرموز التعبيرية المختلفة وتختار منها ما تشاء، لكن إن أردت أن من باقي المنصات أن تعرف تفاعلك فيجب أن تضع فقط زر الإعجاب، لأنك إن وضعت أي رمز من هذه الرموز الأخرى لن يتعرف عليها. لكن بالنسبة للمنصات التي تستخدم بليروما وتستخدم ريبازد وبسام، فهي ستتعرف على هذه الرموز بشكل طبيعي.
كما أن هناك من بين المزايا عند إنشاء منشور فعلى بسام أو على كليروما يمكنك كتابة 5000 حرف، لكن على ماستودون فقط لديك إمكانية 2000 حرف. توكودون يوفر لك مزايا، من أهمها هو أكثر من حساب Add Accounts لإضافة حساب آخر. مثلا أنا لدي حساب آخر على ماستودون، أدخل ماستودون .social ثم أتبع الرابط ثم أعطي الصلاحيات، أعطيني هذا الرمز، نسخ ثم لصق، وأدخل إلى الحساب. للتحويل بين الحسابات ستجد أي حساب أضفته ستجده هنا. انتقل إلى حسابي على مصر، وبهذا يمكنني تصفح منشورات بسام. مثلا هذا آتي من بسام لكي تعرف النطاق الذي يأتي منه منشور من هنا نطاق بسام، لكن ستجد منشورات أخرى من باقي النطاقات أيا كانت. مثلا هذا من هذا النطاق mastodon.art، وتجد منشورات من مختلف المنصات مثلا هذا من pixelfeed.de وغيرها. لذلك هذا البرنامج هو جيد جدا لمن يود تصفح منصاته على سطح المكتب. بالنسبة لمن يود تصفح مثلا بسام فقط، فلدينا تطبيق لنظام جنو لينكس متوفر عبر فلاتباك وعبر سناب وعبر اب ايميج وديب وار بي من خلال مستودع جنو توكس. كان هذا كل ما لدينا حول توكودون وواحد من برامج كيدي. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة أخرى وبرنامج آخر حول برامج كيدي. إلى اللقاء.